السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. عنوان فيديو النهاردة: احذروا من نقص هذا الفيتامين في جسم اطفالكم، لانه بيأثر بشكل كبير جدا على صحة الرضع والاطفال. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن اعراض نقص فيتامين د عند الرضع والاطفال، وكمان هقول لحضراتكم ازاي تحموا اطفالكم من الاصابة بنقص فيتامين د علشان نحافظ على صحة اطفالنا في افضل حال. خليكم معنا في البداية، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. جسم الطفل بيحصل على احتياجاته من فيتامين د من مصدرين. المصدر الأول هو فيتامين د اللي بيتصنع داخل الجسم. أيوة، فيتامين د بيتصنع داخل الجسم، لكن هنا بتقابلنا مشكلة إن فيتامين د علشان يتصنع داخل الجسم لازم الطفل يتعرض للشمس بشكل مباشر لمدة كافية من اليوم وعدد مرات كافي. وللأسف في العصر اللي احنا فيه بقى الموضوع ده صعب جدا لأسباب كتيرة، منها مثلا ان الأطفال الرضع ما بنخرجهمش من البيت كتير، منها ان احنا ممكن نبقى في فصل الشتاء والطفل لابس هدومه، وفي الحالة دي الطفل مش هينفع نعرضه للشمس لأنه مش هيستفيد حاجة، لأن الطفل لازم يتعرض جلده مباشرة للشمس. كمان في بعض الأطفال عايشين في مناطق الشمس مش موجودة فيها بشكل دائم، سواء علشان التلوث البيئي أو هم في الشتاء وفي سحب بتحجب أشعة الشمس، وطبعا علشان موضوع الكورونا اللي بقى موجود في العالم كله واللي خلانا بقينا بنقضي أوقات طويلة جدا داخل البيوت، وطبعا كتير من الأطفال ما بقوش يخرجوا، ما بقوش يروحوا مدرسة، ما بقوش يروحوا النادي، وبالشكل ده تصنيع فيتامين د داخل جسم الأطفال بقى قليل جدا، أو بقينا نشوف نسبة كبيرة جدا من الأطفال عندهم أعراض نقص فيتامين د. المصدر الثاني اللي الجسم بياخد منه احتياجاته هو من خلال الأكل، لكن هنا برضو بتقابلنا مشكلتين. المشكلة الأولانية إن الأطفال اللي بيرضعوا طبيعي حليب الأم محتواه من فيتامين د قليل جدا، إلا لو كانت الأم المرضعة بتاخد فيتامين د على شكل أدوية وبجرعات عالية، وده ما بيحصلش بشكل كبير. المشكلة الثانية، علشان الطفل ياخد احتياجاته من فيتامين د من خلال الأكل لازم الطفل ده يكون بيتغذى تغذية صحية سليمة، ودي برضو بقت حالات نادرة في الأيام اللي احنا فيها. كتير من الأطفال للأسف بيعتمدوا في تغذيتهم على الفاست فود او الاكلات السريعة، او بياكلوا السناكس او البسكوت او الحاجات اللي كلنا عارفينها، وللأسف الحاجات دي ما بتوفرش للطفل احتياجاته من فيتامين د. علشان كده بقينا بنشوف نقص فيتامين د بشكل كبير جدا عند الرضع والاطفال. طيب ايه العلامات او الاعراض اللي لو ظهرت على الطفل نقول ان الطفل ده ممكن يكون عنده نقص فيتامين د؟ اول واهم الاعراض دي هو لين العظام او الكساح، وده بنشوفه مع الاطفال الرضع خاصة في اول سنتين. الطفل ده علشان فيتامين د عنده قليل بيبقى امتصاص الكالسيوم عنده قليل، وبالشكل ده العظام بتبقى لينة او رخوة، وبنشوف ده بصور كتير، منها ان الطفل يجيله تقوس في الساقين، وده بنشوفه لما الطفل يبتدي يمشي. وطبعا لين العظام او الكساح هيسبب تأخر التطور الحركي عند الطفل، فهنلاقي الطفل ده هيتأخر على ما يصلب راسه، هيتأخر في الجلوس، هيتأخر في الزحف، هيتأخر في الوقوف، هيتأخر في المشي، كل علامات التطور الحركي عند الطفل ده هتتأخر. وبالمناسبة مش مطلوب من حضرتك ان انت تستني ان الطفل يتأخر في كل الكلام ده، المفروض كل ام تكون عارفة التطور الحركي الطبيعي لطفلها، علشان لو الطفل بدأ يتأخر في حاجة تروح للدكتور بسرعة يتدخل من بدري علشان نعالج الطفل في الوقت المناسب. وعلشان كده عملت فيديو مخصوص للتطور الحركي للأطفال، هتلاقوه موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. العلامة التانية لنقص فيتامين د هو تأخر التسنين عند الأطفال، وعلشان نقول ان الطفل اتأخر في التسنين لازم الطفل يتم سنة كاملة وما يطلعش سنة واحدة على الأقل. وبالمناسبة في أطفال تانية بيتأخر عندهم التسنين بشكل تاني، يعني الطفل ممكن قبل سنة يطلع سنة أو سنتين وبعدين يقعد مدة طويلة جدا على ما يبتدي يسنن تاني، ده برضو من علامات نقص فيتامين د. العلامة التالتة لنقص فيتامين د هو آلام العظام عند الأطفال، وخاصة آلام الساقين.
ده بيحصل مع الاطفال الكبار شويه، تلاقي الطفل دايما بيشتكي من رجليه، دايما يقول لك انا رجلي بتوجعني، ولما تيجي تبصي على المكان اللي الطفل بيشاور فيه بتلاقيه بيشاور على العظام نفسها مش على المفاصل، وبتلاقي العظام شكلها سليم قدامك، مش موجود فيها اي التهاب او خبطات او اي حاجه. ده برضو احد علامات نقص فيتامين د. العلامه الرابعه لنقص فيتامين د هو عصبيه الطفل، وده موضوع كتير من الناس هيستغربوه. دراسات وجدت ان الاطفال اللي عندهم نقص فيتامين د بتبقى عصبيتهم ازيد بكتير من الاطفال اللي فيتامين د عندهم كان طبيعي. العلامه الخامسه لنقص فيتامين د هو ضعف المناعه وتكرار الاصابه بالامراض، وده برضو موضوع ناس كتير هتستغرب له. اللي كتير من الناس ما يعرفهوش ان فيتامين د ليه دور مهم جدا في تقويه مناعه الاطفال، علشان كده الاطفال اللي عندهم نقص فيتامين د بنلاقي الطفل عمال يتعب كتير جدا، وخاصه امراض الجهاز التنفسي، امراض الكحه والنزلات الشعبيه ونزلات البرد بتزيد بشكل كبير جدا مع نقص فيتامين د. العلامة السادسة هي صعوبات النوم أو إصابة الطفل بالأرق، برضو الدراسات وجدت أن فيتامين د ليه دور مهم جدا في تسهيل عملية النوم أو تنظيم نوم الأطفال، وده بيحصل مع الأطفال الرضع والأطفال الكبار. وآخر علامة معانا ودي بنشوفها مع حالات نقص فيتامين د الشديدة جدا واللي بتسبب نقص الكالسيوم بشكل كبير جدا، الطفل ده ممكن يحصل له تشنجات. نقص مستوى الكالسيوم في الدم بشكل كبير ممكن يسبب حدوث تشنجات عند الأطفال، لكن ده بنشوفه في الحالات الشديدة اللي نقص فيتامين د بيكون شديد جدا وبيسبب نقص شديد في مستوى الكالسيوم في الدم، لأن من أهم أدوار فيتامين د داخل الجسم انه بيزود من امتصاص الكالسيوم من الطعام. دي كده اهم اعراض وعلامات نقص فيتامين د عند الرضع والاطفال. طيب نعمل ايه علشان نحمي الاطفال من الاصابه بنقص فيتامين د؟ عندنا 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه، كل الاطفال الرضع في اول سنتين من حياتهم لازم ياخدوا فيتامين د بالجرعه الوقائيه كل يوم. الأطفال في أول سنة بياخدوا 400 وحدة دولية من فيتامين د كل يوم، وفي تاني سنة بياخدوا 600 وحدة دولية من فيتامين د كل يوم. الحاجة التانية، لازم الطفل يتعرض للشمس، وهنا في شوية شروط. أول حاجة، يفضل جدا الأطفال الرضع يتعرضوا للشمس من بعد الشهر الرابع. لازم الطفل يتعرض للشمس بشكل مباشر، ما يبقاش لابس هدوم وما يبقاش قاعد ورا الزجاج، وهنا يفضل ان احنا نكشف دراع الطفل ورجليه. لكن طبعا علشان نعمل ده لازم يكون الظروف تسمح بده، يعني درجة الحرارة مناسبة ان انا اكشف الطفل، ما ينفعش اعمل ده في الشتاء والطفل يبرد مني. الحاجة التالتة، افضل الاوقات اللي نعرض فيها الطفل للشمس بتبقى من الساعة 11 صباحا للساعة 4 العصر، ودي اخر التوصيات العالمية، لان النقطة دي كان عليها خلاف لمدة طويلة جدا، وبالمناسبة ده وقت الظهيرة او وقت الذروة، فلو احنا في فصل الصيف ما ينفعش نقعد الطفل في الشمس مدة طويلة. حضرتك ممكن يقعد دقيقتين وتبعديه وترجعي دقيقتين وتبعديه، بشكل ان الطفل في المجمل يتعرض للشمس من 10 دقايق لربع ساعة، ويفضل نكرر الموضوع ده مرتين او 3 مرات في الاسبوع. لكن ما تقعديش الطفل في الشمس مدة متواصلة لو كنا في الصيف وحرارة الشمس عالية جدا، علشان الطفل ما يصابش بحروق الجلد. الحاجة الثالثة، لما الطفل يبدأ اكل لازم نديله الأطعمة الغنية بفيتامين د، ودي مجموعة كبيرة من الأطعمة، أشهرها رقم 1 الأسماك، خاصة السردين والسلمون والتونة. والمقصود بالتونة هنا هي أسماك التونة الطازجة، مش المقصود التونة المعلبة. أنا مش بفضل إن احنا ندي التونة المعلبة للأطفال لأسباب كتيرة يطول شرحها. فلو حضرتك عايشة في بلد موجود فيها أسماك التونة الطازجة تقدر تقدميها للطفل، هيبقى ممتاز جدا. وكل الأسماك دي نقدر نقدمها للأطفال الرضع من بعد الشهر السادس، هتبقى مسلوقة أو مشوية ونهرسها كويس جدا أو نضربها في الخلاط. ممكن نقدمها للطفل لوحدها أو نقدمها مع أنواع تانية من الطعام. كمان زيت كبد الحوت من المصادر الغنية جدا لفيتامين د، لكن ده احنا مش بناكله او مش بنحطه في الطعام، ده بندخله اكتر في صناعة الادوية. عندنا مصادر تانية مهمة لفيتامين د زي صفار البيض
وكبدة البقر ومنتجات الحليب. منتجات الحليب زي الزبادي والجبن بأنواعها مسموح بإعطائها للأطفال من بعد الشهر السادس، لكن الحليب الطبيعي سواء حليب البقر أو الماعز أو الأغنام أو الجاموس أو أي نوع من الحليب الطبيعي مسموح للأطفال من بعد عمر سنة. وعندنا بعض الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين د زي البروكلي والسبانخ والأفوكادو. دي كده أهم مصادر فيتامين د من الطعام، واللي لازم نحافظ على وجودها في طعام الطفل علشان الطفل يحصل على احتياجاته من فيتامين د. طيب، في هنا سؤال مهم جدا، يا دكتور لو انا طفلي ما بيتعرضش للشمس بشكل كافي او ما بياكلش الاطعمه دي بشكل كافي، في الحاله دي ينفع ندي للطفل ده المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على فيتامين د؟ الاجابه ايوه ينفع، لكن لازم نتاكد الاول ان فعلا الطفل ده ما بياخدش احتياجاته من فيتامين د. يعني الطفل ده لازم الطبيب المعالج يبص عليه، هيسالك هو بيخرج من البيت كام مره، ممكن يكون بيتعرض للشمس كام مره، ممكن يكون بيتعرض للشمس وقت قد ايه، الطفل ده نظام اكله قد ايه، بياكل الاكل الفلاني كام مره وكميه قد ايه. من خلال التاريخ اللي حضرتك هتقوليه ومن خلال فحص الطفل نقدر نقيم الطفل ده محتاج مكمل غذائي يحتوي على فيتامين د ولا لا. في حالات تانية بندي الطفل مكمل غذائي بيحتوي على فيتامين د لكن بجرعات قليلة، بالشكل ان احنا نكون بندي الطفل جزء من احتياجاته اليومية والطفل ياخد الجزء اللي ناقص من خلال اشعة الشمس او من خلال الاكل، بشكل ان احنا بنساعد الطفل او بنديله جزء صغير من احتياجاته. والاسلوب ده هو اللي انا بفضله لانه بيبقى امن كتير على الطفل، ان انا ادي جرعه صغيره ده يسمح لي ان انا ادي للطفل مده طويله من غير ما اخاف من اي اثار جانبيه لفيتامين د. لان بالمناسبه فيتامين د لو اتاخد بجرعات عاليه لمده طويله ممكن يسبب تسمم فيتامين د، وده موضوع كبير جدا مش هنتكلم عنه دلوقتي. لكن لو بندي مكملات غذائيه بجرعات صغيره يعني جزء من احتياجات الطفل، الموضوع هنا هيبقى أأمن كتير جدا. وقريب إن شاء الله هعمل فيديو مخصوص أتكلم فيه على أفضل وأأمن المكملات الغذائية اللي نقدر نديها للأطفال، وهقول الشروط اللي نقدر من خلالها ندي الأطفال الحاجات دي، وهقول العمر المناسب، وهقول كل حاجة عن الموضوع ده، فانتظروا الفيديو ده إن شاء الله قريب جدا. آخر حاجة في الفيديو، لو أنا كأم لقيت الطفل بتاعي ظاهر عليه أي حاجة من أعراض نقص فيتامين د اللي قلنا عليها، أتصرف إزاي؟ في الحالة دي حضرتك لازم تروحي للطبيب المعالج بسرعة علشان ياخد التاريخ المرضي من حضرتك ويفحص الطفل كويس جدا ويقيم شدة الحالة. غالبا الطبيب المعالج هيطلب شوية فحوصات أهمها إن إحنا نعمل تحليل لنسبة فيتامين د في الدم، ونعمل تحليل لنسبة الكالسيوم في الدم، وممكن الطبيب المعالج يطلب أشعة معينة على العظام علشان نشوف الطفل ده عنده لين عظام أو عنده كساح ولا لأ، وبناء على فحص الطفل والفحوصات بتاعته نبتدي نشخص الحالة بتاعة الطفل وشدة الحالة، وبعد كده الطفل ده هياخد فيتامين د بجرعة علاجية، جرعات كبيرة غير الجرعات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية او الاحتياجات اليومية. لكن الجرعة هنا بتتحدد بناء على شدة الحالة، يعني كل طفل بيبقى ليه جرعة مناسبة ليه هو بناء على حالته وعلى الفحوصات بتاعته. من خلال ده هنقول الدواء المناسب للطفل ده هيبقى ايه، والجرعة الصحيحة للطفل هتبقى ايه، ومدة العلاج اللي هيمشي عليها هيبقى شكلها ايه. الموضوع ده محدش يقدر يحدده غير الطبيب اللي هيفحص الطفل فقط. وبالمناسبة لما بندي فيتامين د بجرعات عالية للأطفال دول لازم باستمرار نكون بنعمل تحليل فيتامين د في الدم على الأقل مرة كل شهر أو مرة كل 3 شهور زي الطبيب المعالج ما يحدد، علشان نبقى متابعين معدل التحسن بتاع الطفل، وعلشان نطمن إن الجرعة اللي الطفل بياخدها مناسبة لحالته مش أقل من اللي هي محتاجها ولا أكتر من كده. وعندنا نسبة صغيرة جدا من الأطفال ما بيستجيبوش على العلاج بفيتامين د العادي، وده بيحصل لأسباب كتيرة هيطول شرحها، فبنديلهم حاجة اسمها فيتامين د نشط. لكن فيتامين د النشط ما بيتاخدش إلا بوصف الطبيب المعالج، ولازم حضرتك تلتزمي بالجرعة اللي الدكتور هيقول عليها حرفيا، وتلتزمي بمدة العلاج حرفيا، لأنه لو اتاخد بشكل خاطئ أو حضرتك اديتيه للطفل من نفسك بدون استشارة الطبيب المعالج أو الجرعة ما كانتش مظبوطة بيبقى ليه آثار جانبية خطيرة جدا. ففيتامين د النشط ما بيتاخدش إلا بوصف الطبيب المعالج فقط.
ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.